بيكم في حلقة جديدة النهاردة وفيديو جديد النهاردة عن العلاقات وعن فيديو للبنات فقط. ده تقريبا الفيديو رقم 5 اللي بعمله للبنات فقط، مجموعة بقى فيديوهات للبنات فقط بناء على طلب البنات كتير قوي اللي بعتتلي على الانستجرام وعلى الفيسبوك وعلى السوشيال ميديا ان عايزين فيديوهات للبنات بس. انا عايزة بس اقول بشرة وصارة للبنات اللي عندي في الشانل ان انا اوريدي شغالة بعمل قناة تانية اسمها فمنانتي اللي هو للأنوثة او للبنات، وهيبقى فيها مش بس انا المحاضرة الوحيدة اللي فيها او مش انا البابليك سبيكر الوحيدة، لا هيبقى فيها انفلونسر تانيين. والقناة دي انا هسيب لكم اللينك بتاعها تحت اعملوا لها اشتراك، احنا لسه شغالين فيها بنكتبها. يعني الفيديو القناة هيبقى فيها هنتكلم بقى عن حاجات كثيرة قوي عمري ما اتكلمت فيها، عن الدايت والتخسيس والرجيم وحاجات كثيرة قوي قوي تخص البنات، وهنتكلم فيها تنمية بشرية وتطوير ذات، وهيبقى فيها ناس كويسين جدا جدا غيري وهتعجبوا بيها قوي قوي النهارده الفيديو بتاع ده بناء على طلب كل البنات تقريبا بعتت لي الفتره اللي فاتت، ازاي اخلي الشخص اللي انا بحبه يحبني او الرجل يعني عامه بقى، وبعتت لي بكل اللهجات ازاي اخلي حبيبي يحبني بالمصري وبالسوري وباللبناني وبالتونسي وبالفرنسي يعني من فرنسا وامريكا وكل حته في الدنيا. فالبنات بتسال هذا السؤال، ويلا احنا نتنسق فيكي وقولي لنا ايه هو سر الخلطه بتاع ازاي اخلي اي رجل في الدنيا يعجب بيا ويحبني. السؤال ده صعب، ويعني ممكن تكون هل موضوع الابراج هيفرق ولا لا. اولا مش هتكلم عن ابراج خالص النهارده، انا هتكلم على طبيعه الرجل وازاي تخلي الرجل مهما كان جنسيته لغته لهجته مكانه في العالم يحبك ويقع في غرامك ويبدا يتعلق بيكي ويحس ان هو ما يقدرش يستنى عنك ويبقى خلاص هيموت وعايز يتجوزك في اقرب وقت ممكن، وهو اللي بيجري وراكي وعايز يقرب منك. طيب هعمل كده ازاي؟ سؤال صعب جدا. هو مش سؤال صعب ولا حاجه، انا في قاعده عايزه اقولها لكل البنات، اتمنى طبعا ما يكونش في رجاله عشان مش عايزين الرجاله تغش مننا. فياريت لو انت راجل ممكن تقول لنا رايك تحت، بس ما يعني تطلع بره الفيديو احسن. يعني قبل ما ابتدي في الفيديو اعملوا لايك للفيديو بليز، واشتركوا في القناه وفعلوا الجرس عشان يجيلكوا الفيديوهات التانيه، واعملوا لي فولو على الانستجرام واكتبوا لي تحت اي اسئله عندكم. وكمان في فيديوز هنا حلوه قوي هتبان لكم هنا على علامه اي، اتفرجوا عليها تعجبكم جدا. طيب انا في قاعده انا كرشا شايفاها قاعده دي ناجحه جدا، قاعده الممنوع مرغوب. يعني ايه الممنوع مرغوب؟ يعني كل ما انت بتمنع عن قدامك حاجه كل ما هو بيتعلق بيها اكتر، كل ما هو بيجري وراها اكتر، كل ما انت بتديله اكتر كل ما هو بيبعد اكتر. فانت كل ما هتدي اكتر هو هيبعد اكتر، كل ما هتتقل اكتر كل ما هو هيقرب اكتر. يعني ايه؟ يعني دايما بشوف ان البنت المدلوقه اللي يعني اللي بتبين مشاعرها بسرعه الواضحه بالزياده بتبقى مش اتراكتيف للرجاله. يعني مش لازم لو انت معجبه بواحد على طول تبينين انت معجبه بيه في تصرفاتك وكلامك، وممكن كمان في بنات بتروح تعترف على طول للراجل بحبها وان هي معجبه بيه وان هي عايزه ترتبط بيه وعايزاه يجي يتقدم لها ويتجوزها وهو ده الراجل الوحيد اللي في حياتها. دي غلطه كبيره جدا جدا. اوعي، حذاري حذاري يا بنات يا حلوات يا امارات يا اللي من كل حته في العالم يا اللي بحبكم كتير كتير كتير، تروحي تعترفي لاي راجل في الدنيا ان انت بتحبك او ان انت بتحبيه او تبيني له ان انت بتحبيه على طول. بالعكس احنا عايزين نشغل له باله. كان في اغنيه لمصطفى قمر زمان بتقول شغلين باله، احنا عايزين بقى نشغل بال هذا الشخص. فلما انت تقدمي له حبك كده واعجابك واهتمامك على طبق من ذهب، امال هو هيتعب في ايه حضرتك؟ يعني ايه المجهود اللي هيبذله عشان يوصل لحضرتك؟ مفيش مجهود اصلا. انت يا ما شاء الله عملتي كل حاجه، قمتي بالواجب وزياده، قلتي له انا بحبك وانا بموت فيك وانا ما اقدرش استغنى عنك وانا عايزه اكمل حياتي معاك ويلا تعالى بسرعه تقدم لي، فخلاص why he has to do an effort. يعني هو خلاص، هو انت عملتي كل حاجه. بالعكس كل ما هيبذل مجهود اكتر عشان يوصل لك وعشان يخليكي تحبيه وتتعلقي بيه كل ما هيتعلق بيكي اكتر وكل ما هيحبك اكتر. القاعده دي زقوها كده في مخك، هاتوا كده جلو وحطوها وملزقاها كده في مخك. كل ما هيتعب اكتر عشان يوصل لك ويوصل لمشاعرك ويوصل لقلبك ويخرج معاكي ويشوفك كل ما هيحس بقيمتك اكتر، كل ما هتدلقي اكتر وتبقي يعني كل ما انت بلا قيمه بالنسبه له، انت شخص غير قيم بالنسبه له. انا عارفه ان الموضوع بيبقى صعب جدا، وخاصه بقى لما انت تلاقي صفات هذا الشخص فيها كل صفات فارس احلامك، تبقي خايفه ان هو يضيع منك فيه قدامه
حواليك منافسه شديده جدا، في بنات كتيره معجبه بيه وانت عايزه بسرعه تكسبي وانت اللي تفوزي بيه. انا عارفه ممكن بنات كتير هيقولوا لي كده، وفي بنات سبيشال بنات بتوع الجامعه صغيرين بيبعتوا لي كده يقولوا لي هو شاب كتير حلو وكل الناس معجبه بيه في الجامعه، كل الناس بتجري وراه. طب حلو جدا، ما هو انت ما كل الناس بتجري وراه، يعني كل الناس اصلا اوريدي في كومبيتيشن. لما انت تبقي واحده زيهم عادي خلاص بقيتك زيك زي عامه الشعب. اما المميز ان انت تكوني شخص مميز عنده، ان انت تكوني شخص مختلف، شخص هو يعني فعلا مختلف عنه، فلازم تحاولي تكوني انت الشخص المختلف غير كل البنات اللي بتجري وراه وتتمنى له الرضا ترضى. طيب اعمل ايه يا رشا؟ يعني سؤال، اعمل ايه علشان اخلي هذا الرجل يجري ورايا ويحبني ويعجب بيا، وخاصه هو وانتد. وانتد بقى يعني ايه؟ كل البنات بتحبه، كل البنات حلوين. طيب يعني مثلا انتوا في بدايه اعجابكم ببعض، خليكي فاهماني يعني انت شاب لطيف وظريف وكل حاجه، بس ما تتحسسوش، مش كل ما يقولك يلا ننزل يلا النهارده بسرعه انا مستعديه، انا لابسه اهو، انا قاعده مستنياك ان انت تكلمني، انت ما كلمتنيش امبارح ليه؟ التحقيقات بتاع بقى ايه ده، انت ما كلمتنيش امبارح ليه؟ ايه ده، انت كنت قاعد اونلاين 24 ساعه امبارح وما قلتليش هاي ليه؟ بالعكس ده انت تحسسي، حتى لو انت ماسكه طول النهار البروفايل بتاعه على الفيسبوك وعلى انستجرام وكل حاجه عماله تراقبي فيه كده، ما تحسسوهوش ان انت بتراقبي فيه ولا اصلا هو في بالك. خليه هو اللي يقول ايه ده، هو انا ما بجيش في بالها ليه؟ ايه ده، مش هي بتسالش عليا ليه؟ احنا عايزين نعمل العكس. اما انت بقى تقولي له انا الساعه 4:53 دقيقه الفجر انت كنت قاعد اونلاين، افهم بقى انت كنت بتكلم مين حضرتك يا حبيبتي؟ ما انت كده خلاص فهمتي له ان انت مدلوق عليه وبتراقبيه، ما هو عرفت ازاي حضرتك ان هو الساعه 4:53 دقيقه كان اونلاين؟ انا مش عايزه الكلام ده خالص، بالعكس ما اتصلش اسبوع ولا كان حاجه حصلت، يعني عادي جدا. ازيك، اخبارك ايه؟ الحمد لله سلامه. ايه ده انت كويس؟ طب اخبارك ايه واخبار الدنيا معاكي؟ ولا كان اي، مش بقى حلقه التحقيقات تشتغل خالص خالص، يختفي ويرجع ويختفي. حتى لو انت بتقطعي كده من جوه بلاش تبديله اي اهتمام، ولا كانك انت موضوع في دماغك. خليه هو اللي يفكر ايه ده، هي مش متضايقه ازاي، ده انا بقالي اسبوع ما كلمتهاش وموضوع مش مؤثر فيها في دماغها ازاي. انا ده عايزاكي تفكري فيه كويس قوي قوي قوي. ايه كمان؟ مثلا بلاقي مثلا يقولك بقى يلا نخرج، معلش انا مش فاضي الاسبوع ده، ممكن اخليها الاسبوع الجاي. يعني انت عارفه طبعا ان انت عايزه تخرجي، ويعني انت ممكن تكوني انت بقى بتحلمي بهذا اليوم اللي انتوا هتخرجوا فيه مع بعض بقى، وتلبسي الطقم الجديد اللي انت جايباه، يعني وتعملي شعرك وانت مش عارفه ايه، وتحطي مناكير. بس مش لازم كل ما يقولك يلا نخرج تكوني في اشد استعداد، لا خالص. ممكن مش فاضي، عندي شغل، خارجه مع اصحابي، عندي جيم، عندي كابتن، عندي كوتش، عندي دكتور، خارجه مع مامتي، عندي يعني. خلي الموضوع صعب، خليه يبذل مجهود اكتر. صدقوني كل ما الشخص ده هيبذل مجهود اكتر، وكل ما هيحس ان انت صعب الوصول اليكي اكتر، كل ما هيتعلق بيكي اكتر واكتر واكتر. يعني مش كل ما يطلب منك حاجه تكوني في اتم الاستعداد ان انت تعمليها له، مش كل ما يقول لك حاجه. يعني مثلا كنتوا متعودين ان انتوا تتكلموا شاتنج، مثلا بتتكلموا شاتنج كتير، يقول لك طب نعمل فيديو كول مثلا، نو واي طبعا. يعني مش كل ما هو عايز حاجه يبقى خلاص ابعتي لي صورتك مش عارفه وانت لابسه البيجامه بتاعتك شكرا، ايه ده يعني. فانا مش عايزه اي حاجه يطلبها هذا الشخص تحسسيني ان انت شخص سهل، شخص متاح. خليكي ان افيلبل، ما تبقيش دايما بالنسبه له هذا الشخص الافيلبل في اي لحظه يوصل لك على طول، بالعكس لازم يقعد يعاني. كل ما هتخليه يعاني، انا هسيب لكم فيديو اسمه كل ما هخليه يعاني، كل ما هيتعلق بيكي اكتر، وكل ما هيحبك اكتر واكتر واكتر. طيب مثلا يكلمك مش من اول ما لحظه يكلمك فيها ويلا تردي على طول، بالعكس خليك اتصل مره ومرتين وثلاثه وما ترديش كمان، عادي جدا. ومثلا يبعت لك مش كل ما هو يبعت لك مسج، انا عارفه ان انت ممكن اصلا، انا عندي واحده صاحبتي مش هقول اسمها، هي عارفه نفسها اكيد لو بتتفرج على الفيديو، هي معجبه حد دلوقتي اقسم بالله العظيم. مره كنت قاعده معاها عمالين نتكلم، هي ماسكه الموبايل كده، فبين بقول لها ايه يا سوسو انت بتعملي ايه؟ قامت قالت لي فاتحه الاكونت بتاع يعني الحد اللي هي معجبه بيه، يعني هي فاتحاه عشان تشوفه يدخل اونلاين امتى، بيخرج اونلاين امتى، واللي هو انا عماله اجيب بعد كده اللي هو ايه، اول ما لها هاي قالت له هاي انت فين؟ انت متخيل الولد لسه ما كملش اتش الاي، يعني تقريبا هو بيدوس على انتر كانت هي ردت، اللي هو بيقول لها ايه ده انت قاعده على الزرار بتاع الموبايل. قلت لها شفتي كل ما انصح فيها، يعني هو في الاول كان مهتم بيها جدا عشان هي ما تسمعش كلامي خالص، يعني هي صاحبتي وانا اقعد اقول لها يا بنتي اسمعي الكلام، يقول لها يلا ننزل، قبل ما يقول لها يلا ننزل تكون هي تحت مستنيها تحت
العماره وهما ساكنين قريب من بعض يعني. انا بنصحها في الاخر دلوقتي، هو بنطنشها وما عادش مهتم بيها، ممكن يكون معجب واحده تانية وخلاص، وهي قاعده بتقشر بصل وفاتحه لسه البروفايل بتاعه، بتشوفه بيدخل اونلاين يكلم مين ومش بيكلمها، ويطلع وعماله عامله بقى ايه مخابرات. جهاز هي برج العقرب، هي جهاز مخابرات متحرك دلوقتي بتراقب كل اكونتاته. شوف تخيلوا المرحله، بعد ما هو كان بيجري وراها ويتمنى لها الرضا ترضى وحاجات كده، هي ضيعته من ايديها بسبب مخها ان هي ما بتسمعش كلامي. ممكن يا بنوته يا حلوه منك ليها تسمعوا كلامي، مش تكوني متاحه، مش كل حاجه يطلبها منك الشخص ده تعمليها، مش لازم تكوني اتقلي على قد ما تقدري، ما تروحيش تعترفي ever 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 لذلك الشخص ان انت معجبه بيه. بالعكس، طب هو لو اعترف لي ان هو معجب بيه، ها اقول ان انا كمان معجبه بيه، ويقول لا انت شخص كويس ولطيف بس انا بصراحه مش متاكده، مشاعري محتاجه ان انا اتاكد اكتر. يعني كل ما هتخلي الشخص ده مش متاكد انت حاسه من ناحيتك بايه، طب في ناس تانية ولا لا، كل ما هو كمان هيحاول وعايز فعلا ان هو يجي يتقدم لك في اقرب وقت ممكن. دايما البنت الرخيصه ملهاش ثمن، والبنت الثقيله اللي عارفه قيمه نفسها الغاليه هي دي اللي اي راجل في الدنيا هيتمنى ان هو يرتبط بيها. الحاجه الثانيه برضو اللي بكرهها قوي في البنت، ان هي تبقى واخده قوي على الراجل في الكلام. يعني مثلا انتوا لسه متعرفين على بعض، تلاقيكي بقى بتهزري هزار اوفر، هزار اوفر، عماله تقولي كلام اوفر، بتشتمي شتام شتايم اوفر. يعني دايما خليكي رقيقه، خليكي انثى بمعنى الكلمه، اهتمي بشكلك. بصوا خلوكم متاكدين 100% ان الراجل بيعشق بعينه قبل ما بيعشق بقلبه. يعني عين الراجل ديت يعني هي اداته في الحب. فدايما تهتمي بشكلك، تهتمي بريحتك، تهتمي بانوثتك، تخليكي انثى، تخليكي رقيقه، تخليكي مش بقى لما اشوف مثلا اتنين بيكلموا بعض وهما معجبين ببعض وبيحبوا بعض تحس ان هما ايه يا مان وايه مش عارفه ايه، لا مش بحب كده. او انا دايما البنت لما بتبقى انثى كده في نفسها ومهتمه بنفسها مثلا، يعني هل اخوكي لو شايف مثلا الكونفرزيشن دي او شايفك كنت بتكلمي عن هذا الشخص ده هيبقى مبسوط ولا لا؟ فدايما راعي ربنا وراعي اسرتك وراعي اهلك في العلاقات مع الناس، وخلي دايما عندك يعني باشن او حب ان الشخص اللي قدامك يقدرك ويعرف قيمتك، وحسي بقيمه نفسك عشان الشخص اللي قدامك يعرف قيمتك انت كمان. انا عايزه الفيديو ده يلف بقى بنات مصر والوطن العربي وامريكا واستراليا كله، بليز اعملوا شير كتير كتير كتير، وده جزء اول، هعمل لكم جزء تاني، واستنوا بقى مجموعه فيديوهات للبنات فقط الجايه ونصايح للبنات كتير قوي الفتره الجايه. بشكركم، بحبكم جدا جدا، لايك يلا للفيديو، واشتركوا في القناه، وقولوا لي تحت اذا كنتوا ايه رايكم في الكلام دوت، اذا كنتوا بتتفقوا معايا ولا لا، ولو حد عنده وجهه نظر تانية، والرجاله بتتفرج عليا قولوا لي وجهه نظرهم. في فيديو هسيبها لكم هنا تتفرجوا عليها تعجبكم جدا جدا. اخر نصيحه عايزه اقولها لكل بنت، خلي بالك من نفسك، حافظي على نفسك، حافظي على انوثتك، حافظي على كيانك، خلي عندك قيمه، حبي نفسك واعتني بنفسك واعتني بذاتك وغيري نفسك من احسن، وكوني دايما البيست فيرجن اوف نفسك، واعتني بذاتك وغيري نفسك من احسن، وكوني دايما البيست فيرجن اوف يور سيلف. ده شعاري في القناه الجايه، خليكي احسن نسخه من نفسك. شكرا، بحبكم، لايك شير سبسكرايب، بليز اكتبوا لي رايكم، اتفرجوا على الفيديوهات، اعملوا لي فولو على الانستغرام، وكمان اعملوا لي فولو على الفيسبوك رشا مراد بالعربي بالانجلش مراد MURAD. شكرا، بحبكم، استنوا النيو فيرجن والنيو ستايل من القناه ان شاء الله باذن الله، وناس تانية اللي هتدخل تعمل فيديوز معايا. شكرا، بحبكم، باي.